مهمة الفصل. كان عندي تلفزيون وسينما زي صغيرة كذا، وانظف الفصل وتكي لين اذان المغرب بدون ما انزل. وكان في واحد برضه ماسك المسجد، يعني عصرية، بدل ما ينزل الميدان لا يروح المسجد ينظف، يرص المصاحف، يرتب المسجد، يرتب الكراسي فيه، يرتب كل شيء، وجالس تكة انسدح شوي عادي. اللي خفارة يعني فيه المميزين يعطونه حاجات حلوة يعني تريح العصرية، أما غير المميزين كرف في الميدان، حصة في الميدان بعدها استلم مكنسة أنقرية. كان المركز معروف إلى الآن، مركز حرس الحدود في حي الصفا، كبير جدا وفيه شجر مليان، يعني مهما تنظف إيش تنظف، ويلا شغل. طبعا إذا خلصت 45 يوم خلاص، يعني يبقى باقي الأيام سهالة، حصة صباح هرولة، بعدها حصة مشاه، بعدها فصل، توجه للفصل تخف، يعني الضغط يخف عليك بعد 45 يوم هذه. طيب إيش يجيك صعب؟ أصعب المراحل يعني تكون في العسكرية على حسب القطاعات. إذا كان الجيش طبعا الجيش غير، الجيش تدريبهم غير الأمن الداخلي. احنا كنا امن داخلي، حرس حدود يعتبر من الامن الداخلي. عندك تجيك ايش يسمونه السير الطويل، يعني يحطونك في صحراء في نقطة، جعبتك معك مدري ايش يسمونها هذه في ظهرك، سير طويل حدود 4 ساعات تمشي، رجولك تتصلخ من البسطار، انتم بكرامة، اذا شافوك مبزوط في المشي حطوا لك حجرين ثلاثة في الجعبة، ما توصل هناك إلا كتافك يا ولد مصلخة وتحس إنها مفككة خلاص ما هي منك. هذه مشروع الماء السير الطويل، وبعده للماية. توصل لمشروع الماية تحفر خندق، يعلمونك على البوصلة، يعلمونك على طبعا الجيش تعليمهم غير، الجيش تعليمهم عن القنابل وما قنابل، احنا ما فيه الأسلحة اللي كانت مستخدمة في حرس الحدود، عيار 50، MP3 هذا الصغير، المسدس، الجثري هذه طبعا في كل عسكرية، وهي اللي تنحسب عليها النقاط في الرماية إذا كنت رامي كويس. أنت إيش تسوي يا أخي؟ شوف هوايتك إيش هي، استغل نفسك. يعني مثلا أنت مبدع في المشاه، مثلا انت مبدع في الرماية، مثلا انت مبدع في تفكيك السلاح، مبدع في الإعازات، مبدع في الأناشيد في الهرولة، طورها علشان ايش؟ تكون مميز، لك تعامل خاص. بعد الرماية طبعا خلاص التحضير للتخرج، يجيبون بروفات، بروفات اللي يجيبون الفرقة الموسيقية، يعلمونك كيف تمشي مع الموسيقى. والله أذكر مرة أخذونا قالوا فيه ما أدري شو الحفل هذاك، البسوا تهندموا وبتطلعون مع فرق ثانية. يا سبحان الله، شوفوا ايش حصلت. عنب من وين جاء؟ تدرون من فين جاء؟ هذه القرود تهجم على المزرعة وتأخذ العنب ترميه في الطريق. المهم ما علينا، ايش كنا نتكلم؟ ايوه خذونا قالوا في مشاه عسكرية في الكورنيش. لما اخذونا في باص، في يا اخي مسجد على البحر في الكورنيش، مسجد كذا شوف النافورة هذيك ما أدري إيش الحمراء، حطونا عند المسجد شوية، إلا جاء فرقة من الدفاع المدني، فرقة من الجيش، فرقة من الشرطة،
وأمامنا فرقة أبو هلال، فرقة أبو هلال فوق تريلة سطحة كذا مفروشة، وجالسين يغنون وماشيه أمام الموكب. بعدها مدنيين حقين جامعة مدارس، بعدها الفرقة الموسيقية حقت العسكر، وبعدها بالترتيب دفاع المدني، الشرطة، الجيش، حرس الحدود، البحرية، ومشاه. تخيل مشينا من عند المسجد هذا اللي في الحمراء لين دخلنا مركز البحرية، يعني ممكن تقريبا 5 كيلو، والناس تصور وتفرج فينا، عرقنا يصب، لكن قسما بالله ما كأنها إلا 5 دقائق يا أخي. متعة مرح، أنت مشاة عسكرية، موسيقى قدامك، وتسمع فرقة أبو هلال، فن فن على كيفك. الله يقومه بالسلامة، أبو هلال تعبان وفي المستشفى له فترة، ما أدري إيش صار عليه، الله يقومه بالسلامة إن شاء الله. المهم بعدها خلاص بدأت التحضيرات للتخرج. طبعا فرقة موسيقية وفيه المبدعين، يعني اللي في السلاح اللي يرمي البندق لخويه، عرفتم الحركات هذه؟ ايوه هذه تسوي بروفات عليها اذا انك يدك متعودة على السلاح، يختارونك منهم. بعدها المبدعين في المشاه، مثلا 5 انفار مع بعض كذا، يجيهم واحد حق عازات صح، عادة سر دوره قف خلف دور، يعني يعطيه حركات كذا تشوفه من بعيد، تشكيلة فنية قسم بالله. المهم بعدها خلاص صفينا، جاء قائد حرس الحدود إلى المنطقة الغربية تسليم الشهادات، ينادون. أنا كنت الأول في المشاة، طلعت من الصف رحت سلمت عليه وأخذت الشهادة، طلعنا. بعدها تخرج، خلاص أخذت شهادتي قسما بالله، كأننا خارجين من سجن، فهمت؟ لكن والله العظيم أن بعد ما تخرجت بسنة بسنتين كذا، صرت أحن الأيام هذه، أيام الدورة يا أخي، أيام فلة، أيام تدخل النظام فيك في حياتك، تصير إنسان نظامي، إنسان نشيط، إنسان. حتى لما كنا نطلع خميس وجمعة والله ونمشي في الأسواق أداقش مع اللي قدامي هو يمشي، خلاص تلقى خطوتي زي خطوته، فهمت؟ خلاص تتبرمج، واضح اللي في الدورة تلقاه أسود وأصلع، لكن تلقاه زي الحبيني كذا نشيط، تعرف الحبيني؟ أستغفر الله العظيم. المهم أيام الدورة والله متعة، لكن وأنت في الدورة كأنك في جحيم، تبغى تفتك منها، تبغى تخلص، تبغى تتخرج، لكن بعد ما تتخرج والله تحن الأيام الدورة. أيام يا أخي حلوة، أيام نشاط، أيام صحة، أيام نظام، تغير حياتك، تغير روتينك، تخليك ماشي على روتين يا زينة قسما بالله. وأحلى ما فيها الصلاة، تلزم صلاتك، الصلاة خلاص أيام الدورة تتعود على الصلاة، تصير تصحى الفجر يا أخي بدون بروقي بدون شيء، بدون ما حد يصحيك، تصحى الفجر تصلي، بعد ما تصلي ترجع تلبس البدلة، تزبط بسطارك وتلمعه، تنزل الميدان، روعة. في أغاني كنا جانا مدرب، جونا 2 عسكر ضباط، واحد منهم أخو عبادي شرف من أهل الطائف، الله يرحمه عبادي شرف، يا أخي اسمه بدر، مدري بندر، بندر عبادي من أهل الطائف، فنان. وجانا ملازم ثاني عنزي كذا يا أخي نحيف وكتافة عريضة، وعنده بونقات مدري يسمونها هذه، صاعقة ومظلي ورامي سهم وغواص وطيار وحفار مليان ما شاء الله عليه. وبعدين عنده أناشيد، وإحنا نهرول جنان جنان يا أخي، تعطيك حماس منها
كان عندي غزال كعب محنى، شفتها على البير بتملي، قالت حبيبي مظلي. أغاني أغاني تعطيك حماس، وبعدين أغاني فيها سكسيات حركات. شفتها على البير بتملي، في كلام أبغى أقوله. يعني لابسة شلحة ومدري إيش، و الصدر وذا حركات. أغاني حلوة تعطيك حماس، يعني بعد الدورة يا أخي تحس إنك كنت في نعيم. الدورة هذه والله تحن لها بعدين، خاصة أصحاب الدورة، تعرف الرجال، تعرف الخاين، في بقى المزبزبين هذول اللي يروحوا للضباط، فلان سوى وفلان سوى وفلان هرب وفلان. آخر الدورة الضابط حقنا نادى فلان فلان اطلعوا طلعوا مبسوطين، قال هذول اللي كانوا يزبزبون عليكم. هذول نقالين العلوم. والله يتفشلوا فشيله، ويا طلعوا من الدوره اقسم بالله ما لهم وجه، فضيحه. وبعدين لما تعين خلاص دلينا عليهم الاثنين هذول، هم نقالين العلوم هذيك الايام. المهم في الدورة خلك رجال، لا تفسد على خويك علشان تطلع خميس وجمعة، لا تعلم على أشياء مالك صلاح فيها. شفت هذا مسوي غلط، في أشياء ممنوعة، دخان، في ناس يجيبون أشياء ممنوعة اللي بالي بالكم. أترك العالم في حالها، خلك نظامي، يحتار عدوك فيك، لأن آخرة المتمة بتنفضح تنعرف. خلك ماشي دغري، ابدع، حاول تبدع في شيء، ابدع في الهرولة، ابدع في المشاهة العسكرية، ابدع في الرماية، تفكيك السلاح وتركيبه بسرعة، ابدع ابدع في شيء. مالك في الأشياء هذه، ابدع في الفصل، في الدراسة، لأن فيه اختبار تحريري وفيه علوم. بعدين فيه تخصصات، تخصصات ما أعرف كثير في التخصصات هذه، سائقين ما سائقين، شوف لك شيء. لا تستعجل إذا قلنا في الدورة وجاء في تخصص قال هذا التخصص ممكن يطول الدورة عليك شهرين أو ثلاثة، خذ. لا تقول لا يا أخي بفتك بسرعة بتخرج، لا يا حبيبي، خذ لك تخصص حلو. أعرف أن أيام الدورة هذه راح تكون من أجمل أيام حياتك مهما طالت. والله في ناس أعرفهم يجلسون سنة، سنة وشهرين، سنة وست شهور في الدورة، يخبط في الدورة هذه، يرتاح بعدين إذا تخرج. المهم أني طولت عليكم يا حبايبي، والله يوفقنا وياكم. وأتمنى الموظفين اللي قبلوا في الوظائف العسكرية الآن يقضون أيام ممتعة في الدورة. أعرف أنك بتكون نظامي، تخدم وطنك. الشيء الثاني، بعد ما تتخرج وكان عندك راتب، لا تاخذ قرض وتلعب فيه، لا تروح تشتري لك سيارة ومدري ايش وخرابيط، لا يا حبيبي، تزوج على طول. خذ نصيحة مني والله العظيم، تزوج. بعد ما تتزوج يا حبيبي رتب أمورك، قسما بالله الزواج يلزمك، يمسك، لا تصيع. لأن إحنا وكثير من أخويانا الله يستر عليهم صعنا، عرفت، جاء تعييني في المينا في جدة، والله صعنا من قوة الطناخة أداوم الطايف، عرفت. أنا أمسك خفارة 12 ساعة وارتاح 36 ساعة، أداوم الطايف. بعض الأحيان أنزل من العقبة أقرب محطة أنام، أقول بصحى ساعة ساعتين وتروح عليها كذا كذا لين فصلونا. لكن تزوج يا حبيبي، لا تضيع فلوسك تطيح سيارة وكشخة وفل وتفحيط، لا يا حبيبي، تزوج ورتب أمورك، والله يوفقنا وإياكم. وإن شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد للي طلبه وللي داخلين دوره بإذن الله. أسأل الله التوفيق لنا ولكم. لا تنسونا من الاشتراك و لايكات
واللي عنده موضوع خاص شيء يتواصل معي على السناب. استودعكم الله.